خلي مساعد المدير عام مديرية المشنة فيما يخص برنامج الغذاء العالمي. حصتنا 3500 كيس. زيدوا 1000 أصبح 4500 كيس. هذا بعد ما أتفضلوا علينا. زيدونا 1000 كيس. عدد سكان المديرية والكل يعلم وخصوصية مديرية المشنة وما فيها من فقراء ومحتاجين. مديرية المشنة خصوصية أنا لا أنكر مديرية الظهر ومنية المديرية، لكن أعتقد أن الكل يعرف خصوصية مديرية المشنة. 4500 أتحدى أي واحد يوزع 4500 على مديريته. الطائرة تضربنا من الجو والتشتت يضربنا من الأرض. زرعوا بيننا الفتنة والبغضاء والحقد بيننا وبين المواطنين. أنا أتكلم كعاقل حارب رئيس نقابة الحقال. زرعوا بيننا الكراهية والحقد بين الناس. الناس بينهم البين الآن متكارهين. اللي حصل اللي ما حصلش يكره اللي حصل. والكل يكره عقل الحارة. وعقل الحارة معه 20 حصة. من يسجل ما هو الآن منظمة البرنامج الغذاء العالمي يعني لا يشعر بالمأساة. هو تبع جهة معينة، أنا متعاقد مع جهة ويدي لك. اللي نحصله في مديرية المشنة لا يساوي زغط من مديرية من إحدى مديريات عز. اللي حصلوا فوق 30,000 حالة لكل مديرية. واحنا نحصل 4500 وبالاخير عادهم يجي ينفذونا. حتى الان موقف الصرف بسبب البدائل. بسبب البدائل الان موقف 400 حصة معانا على اساس انهم يشوفوا حتى البدائل ما يخلوناش نبدل من ابناء المديرية. هذا الشيء يجي من عندهم ينقل من الالف من الفئة الف للفئة باء. الناس محتاجين، الناس بلا مرتبات، الناس الان يعانون يعني الضيق الشديد لا مرتبات. المدرس الان ياكل من القمامه والكل يعرف ما يعانيها المدرس الان. هذه بالنسبه احنا نتمنى، احنا طالبنا عده مرات زياده. الان الفقراء، الان الفقر ازداد في كل المديريات، مش في مديريه المشنة بس ولكن في كل المديريات. الموضوع الثاني الدب الغاز. وما ادراك ما الدب الغاز؟ الدب الغاز الآن أصبحت عنوان المجالس حديث المقاهي. الآن اللي حصل دب الغاز الناس يباركوا له مبروك حصل دب الغاز. أنا أتكلم بصفة عامة. سيادة المحافظ الدب الغاز الآن الحارة محرومة. عدد بعض منطقة حارة 700 إلى 800 مواطن يصرف له 100 دبة. أنا أتحديك يا زيادة المحافظ بدون تعال الله وأنت محافظ عرب لا تضرب الدولة. ما يستطيعوش عقل الحارة يشيل. عقل الحارة الآن كل الناس قاموا يوقعوا مذكرات على عقل الحارة، سلموا الخدومة، وقعوا. عقل الحارة مش بيده شيء ولا على دبة ولا على كيس. عقل الحارة يؤدي دور مثل أي شخص يؤدي دوره في ظل الوضع الموجود حاليا. كل احنا لنعاني معاناة، كل احنا صابرين، كل احنا في سبيل الوطن. فأنا الأخ المحافظ لابد أن احنا في شهر رمضان، احنا في شهر رمضان الاحتياج الآن. صاحب السمبوسة، صاحب الباجية، صاحب البوفية، صاحب كله اللي يبزوا غاز من حصص الحارة. من اللي حصلوا؟ من اللي حصلوا هذه كلهم؟ احنا طالبنا بفتح الغاز التجاري. يا اخي زيدوا لنا 500 ريال، زيدوا لنا 1000 ريال ووفروا لنا الغاز. ليش تديه لي ب 2000 وما حلوش؟ تديه لي ب 2000 وما حلوش؟ وين هو الغاز هذا؟ الان احنا لنعاني الضيق الشديد. انا عاقل حارك، انا الساعه 7 في رمضان اذا انطقوا بهذه. احنا لنعاني، لازم تسمعونا ولازم تتحملوا كلامنا. احنا لنعاني الضيق الشديد من المواطن. الان مدراء المديريات جالسين يتلقوا مذكرات من الناس تغيير عقل الحارة انه ما ادي لهم غاز. يا اخي ما هوش عبد الكريم مالح ولا هو شركة الغاز ولا من ندي لك هذا العقل. العقل توصل حصة قد مسجلة من المحطة 200 دبة، هي وصل يعمل من رابح. انا بحالتي بعمل مشكلة ما فرقوا بين انا لكم.
الحكومات. يعني هنا مشاكل لازم تسمعوها. اللي سنتر يا سيادة المحافظ والدب الغازي في ذمة كذا تكلمنا. الموضوع الثالث الماء. الماء وما أدراك بالماء. الماء الآن الماء احنا نطالب على مدير مؤسسة المياه قدامي. وسيادة المحافظ اسمعني. عدالة التوزيع في الماء. احنا عارفين وكل احنا شاهدين انه محافظة اب يتعاني الآن من نضوب الآبار. واحنا حضرنا الاجتماع مع الأخ وزير المياه والبيئة ودشنوا 5 آبار ومنا على بركة الله احنا مع الله سبحانه وتعالى ما حدينا نشر المطر من أحمالنا. احنا الله سبحانه وتعالى صرف عنا المطر مع نخرج حتى نستسقي. أنا أكلمكم بصراحة، الماء نطالب مدير مؤسسة المياه بعدالة التوزيع بين الحارات، مش حارة تحصل أسبوع، وحارة تحصل 10 أيام، وحارة تحصل كل 40 يوم. إحنا هذا كلام مرفوض، إحنا نشتي عدالة التوزيع في المياه، جدول يكون شفاف، عند الناس جمعة، أعرف إن حارتي تستلم كل 15 يوم، تستلم كل 15 يوم. حارة تستلم هذا وشكراً، ولو إننا دورنا، السلام عليكم.